دكتور طارق سليمان معنا دلوقتي على تليفون، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة. دكتور طارق أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذة نادية، وأهلا بكل السادة مشاهدي القناة ومشاهدي البرنامج. اولا كل سنه وحضرتك طيب. طبعا هذا الموسم يعني ادائكم فيه بيبقى على وتيره اسرع، بيبقى عندكم زي ما بيتقال كده خطه انتم ماشيين عليها في حاله طوارئ دلوقتي بيتم اعلانها. يمكن الخبر بتاعنا بيركز على جزئيه متعلقه بابقار العشار وكمان صرف قروض البتلو لزياده انتاج اللحوم. تفاصيل اكتر يا دكتور طارق، احنا قلنا يعني نبذه كده عن الموضوع بشكله العام، لكن طبعا عايزه اعرف من حضرتك تفاصيل عن هذه الجزئيات. بسم الله الرحمن الرحيم. لو اتكلمنا عن البتلو بنقول ان المشروع القومي لاحياء البتلو هو بالفعل احيا الثروه الحيوانيه اللي موجوده عندنا في البلاد. رغم ان اللي كان يصرح قبل كده بذبح البتلو، البتلو يعني انا بذبح رجل سواء كان ابقار. دكتور طارق طيب معلش، هو انا هستاذن حضرتك بس تتنقل لمكان تاني يكون الشبكه فيه اوضح. حضرتك سامعني يا دكتور طارق؟ طيب نعاود الاتصال مره اخرى دكتور طارق، لان احنا طبعا لسه ما يعني ما سمعناش اي حاجه من هذا الموضوع. عندنا في تصدير 1419 طن تقاوي محاصيل حقليه لست دول خلال 7 ايام. كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحصيلات الزراعية بوزارة الزراعة عن أن لجنة تقاوي الحصيلات الزراعية وافقت على تصدير 200,000 شتلة فراولة فريش وتصدير 1419 طن من تقاوي المحاصيل الحقلية والبرسيم إلى 6 دول خلال أسبوع، وتنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحية النباتية. أوضح تقرير لجنة التقاوي أن من بين المواصفات تصدير 200,000 شتلة فراولة فريش إلى السعودية و2 طن و144 كيلو جرتم تقاوي خضر هجين بروكلي وقرنبيط إلى هولندا، وتصدير 9 طن و550 كيلو تقاوي محاصيل حقلية ونباتات طبية وعطرية إلى الكويت، وتصدير 88 طن تقاوي برسيم بلدي إلى الهند، وتصدير 1320 طن تقاوي برسيم مصري إلى باكستان، وأيضا الموافقة على تصدير 440 طن تقاوي برسيم إلى الهند أيضا. بعد كده ننتقل للخبر اللي بعديه. ارتفاع صادرات مصر لدول الكوميسا ل 9.6 مليون دولار. أظهر تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع صادرات مصر لدول الكوميسا مقارنة بدول حوض النيل في مارس عام 2019، حيث بلغ إجمالي الصادرات 9.6 مليون دولار مقابل 8.3 مليون دولار في نفس الفترة عام 2018. أشار التقرير إلى أن دولة موريشيوس جاءت في المركز الأول لصادرات الدولية لدول الكوميسا في مارس الماضي، حيث سجلت 3.5 مليون دولار مقابل 3.1 مليون دولار في نفس التوقيت عام 2018. أشار التقرير مشاهدي الكرام إلى أن صادرات الدولة لجيبوتي في مارس عام 2019 بلغت 2.8 مليون دولار مقابل 2.4 مليون دولار من نفس العام عام 2018. هنعود مرة أخرى للخبر اللي كان قبل ده مع دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة. دكتور طارق معلش طبعا هو الخط انقطع عذرا يا فندم، وطبعا احنا هنستكمل فيما هو متعلق بالمعلومات عن استيراد أبقار عشار، وطبعا احياء مرة أخرى مشروع البتلو وصرف قروض البتلو لزيادة إنتاج اللحوم. أهلا وسهلا بك يا دكتور طارق. طيب انا بقول القرار الوزاري اللي منع ذبح البتلو اللي كان يسمح بذبح عجول الجاموس او الابقار على وزن 100 كيلوغرام تقريبا، متوسط وزن 100 كيلوغرام في الوقت دوت بيكون نسبه التصافي في حدود 50% واقل. نعم. يعني الحيوان بيديني لحوم اقل من 50 كيلوغرام. فالقرار اللي منع ذبح البتلو وسمح بتسمينه الى 400 كيلوغرام على الاقل في الوقت دوت بيكون نسبه التصافي تصل الى 60% وتزيد، اصبح الحيوان الواحد بيديني 5 اضعاف كميات اللحوم الخارجه منه. بقول لغايه النهارده تم اكراد 5175 مستفيد على نطاق محافظات الجمهوريه. عدد الرؤوس اللي تم تمويلها او اقرادها
52,860 راس، وكمية التمويل أو المبلغ اللي تم تمويله وإقراضه 736,695,000. نسبة الاسترجاع أو نسبة الاسترداد للقروض ديت الحمد لله وصلت 100%، وده بيدل على الوعي الكامل للإخوة المستفيدين والمواطنين اللي هم استفادوا من القرض. نعم. ليه؟ يبقى فيه لجان متابعة مركزية بتتم من قبل لجان مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجاجة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية مع ممثلينهم على مستوى محافظات الجمهورية. لجان المتابعة مش بتنزل علشان ترصد مخالفة، لا، بقدر ما هي بتنزل تشوف تدرس أي مشكلة على أرض الواقع وتتلافاها قبل حدوثها. زي ما بنقول دايما في الانتاج الحيواني احنا بنعتمد على ان الوقايه خير من العلاج. نعم. طيب دكتور طارق اتفضل يا فندم، اتفضل. طيب بقول ده بالنسبه للدكتور. طب لما نتكلم على شراء ابقار او السماح باستيراد عجلات اشعار، في مشروع موازي ما يعرف باسم مشروع ملء الفراغات او استكمال الطاقات الاستيعابيه لحظائر او قرات التسمين والحلاب للانتاج الحيواني. احنا لما عملنا حصر سريع لمزارع الانتاج الحيواني المنتشره على مستوى الجمهوريه، المزارع المتوسطه والصغيره، فلقينا ان المزارع ديت بتشتغل باقل من 30% من طاقتها الفعليه او طاقتها الكليه، فبنلاقي فيها طاقه فعليه أو طاقة بالفعل مستخدمة أقل من 30% و70% طاقة معطلة. هنا الإنشاءات والمباني والخبرات والمعدات موجودة، يتبقى بس الثمن إن هو يستكمل الرؤوس بتاعه. فكان الاستفادة من مبادرة البنك المركزي باعتبار إن مشروعات الإنتاج وكافة أنشطة الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية بتصنف على أساس إنها مشروعات متوسطة وصغيرة وتستفيد بقرض وتمويل المشروعات بنسبة 5% وتسدد على 5 سنوات منهم سنة سماح. هنا أنا بقول الميزة إيه؟ الميزة إن إحنا بنستورد، ووزارة الزراعة سمحت باستيراد عجلات عشار بتتميز بمعدلات أداء إنتاجي كان أو تناسلي يفوق معدلات أداء الحيوان المحلي أو الأبقار المحلية 3 أضعاف على الأقل. وبالتالي هنا كان في نوعين من السماح باستيراد العجلات. في عجلات أشار، ديت العجلات الأشار اللي هي متخصصة في إنتاج الألبان، وديت بتناسب المربي اللي هو يمتلك مزرعة نظامية، يعني نعم. مزارع نظامية بنجيب لها العجلات الأشار اللي هي على طول بتيجي علشان تنتج لبن، ودي بيكون احتياجاتها الغذائية والرعائية مختلفة شوية وليها احتياجات خاصة بيفهمها ويقدر يتعامل معها المربي. لكن هنا احنا ما اغفلناش المربي الصغير، المربي اللي هو الحظائر المنزلية اللي هو عنده لغاية 5 رؤوس، فده احنا سمحنا له بما يعرف بالعجلات تحت العشار. نعم. العجلة اللي تحت العشار اولا ارخص في السعر، اقل في السعر. نعم. ثانياً إن احتياجاتها الغذائية والرعائية بتكون أقل شوية وبيقدر المربي يتعامل معها. نعم. ثالثاً إنها تقعد فترة عندنا حوالي 5 شهور ثم تلقح اصطناعياً بنفس السائل المنوي لنفس السلالة المستوردة. وبتكون تأقلمت مع الظروف البيئية، وديت بتبقى ثنائية الغرض. نعم. ثنائية الغرض إن هي متخصصة في إنتاج الألبان واللحوم معا. نعم. هو ما يعنينا في الأمر دكتور طارق إن كل ده يناسب المربي الصغير، لأن حضرتك عارف إن هذه يعني أن هذه الشريحة من المربيين بتقوم عليها صناعة اللحوم بعد كده وصناعات أخرى متعلقة بالإنتاج الحيواني. وطبعا إحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة.